رجليك أصبح أكبر دافع إني أسافر وأقترب وأقود وأشقي، وزاد حبي ليك لأنك تحملي مني القطعة وأشتهي شوف الدنيا وأبو معيش له أحلى عيشة. بس أنا مش تيجي تسافر يا مسعود، ولا في أي مبرر لسفرك. يعني لما ربي حقق حلمنا وصلنا ببيت واحد تشي تغترب وتسافر؟ نوريا يا نور الدنيا هي سنة تمر زي يدي، بموسم قني البون أرجع لك، وبعدين أرجع وأنا محمل شي وشويات وأسدد ديوني ونبني بيت أكبر من هذا ونعيد تجارة البون ونعيش مرتاحين زي منصور سعيد. أنا مش أعيش زي منصور سعيد، أنا اشتي عشاني وانت حتى لو كنا على حصيرة.